انتر الايطالي او حتى انترناسيونال بورتو أليغري او مازيمبي، الفريق الموجود والمستمر اسرع من هذا الفريق، هذا اسرع فريق. وهدف ثاني يسجل في توقيت حقيقة وبأخطاء دفاعية أخرى مستمرة، وأفضل لاعب في آسيا ساشا، اللاعب الأسترالي ساشا، شايف ارتقى بهذه الصورة، ما كان متابع إطلاقا، ارتقى بهذه الصورة وسجل هدف سهل جدا. المتابعة كانت متأخرة جدا مرة أخرى من حمدان الكمالي، يعني أبجديات كرة القدم في هذا المكان ما تترك اللاعب يرتقى.